اولا لحظه الاختتام ديال المعرض. خلال هذه اللحظه المجلس الوطني لحقوق الانسان اكمل برنامجه الذي سطره خلال بدايه هذا البرنامج، بمعنى انه تمكن المجلس من ان يستفيل البرنامج ديالو فيما يخص مؤسسة مشاركة الأطفال بحوالي أكثر من 300 طفل من الجهات الـ12 ديال المملكة المغربية ومؤطريهم، حضروا وساهموا وشاركوا بأنشطة وهم الذين أقاموا بإعدادها. ثاني حاجة أنه تمكننا فعلا من طرح إشكاليات عند الراهنية في المجتمع المغربي أولا وفي علاقته إفريقيا ودوليا في عدد من القضايا طرحناها انطلاقا من مفكرين وباحثين من إفريقيا، من عدد من الدول الإفريقية، من كذلك من عدد من الدول الأوروبية ومن الدول العربية. بطبيعة الحال كان كذلك حضور متميز للمغاربة المقيمين بالخارج في عدد من الأنشطة ديال المجلس. إذن كذلك أنشطة المجلس عرفت أولا الشكل الحضوري المباشر، لكن عرفت كذلك بشكل في كل أنشطتها كان هناك الأنشطة عبر الأنترنت. وخلال هذه الأنشطة يمكن نقول بأنه حضوريا يمكن وصلنا لعشرات الآلاف ديال المواطنين الذين زاروا أو شاركوا أو حضروا رواق المجلس. طبيعة الحال كذلك عن طريق الانترنت وصلنا في عدد في 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 أنشطة محددة وصلنا إلى أكثر من 290 ألف عبر الانترنت. كذلك هناك ذروة لعدد من الأنشطة التي عرفت ذروة في التفاعل وفي الزيارة وفي الإعادة ديال نقولوا إعادة الرؤية ديال الفيديو، كما هو الحال بالنسبة ديال جواز الطفلات اللي شافت في فترة دقيقة جدا أكثر من 80 ألف يعني متابعة. طبيعة الحال الرواق ديال المجلس يتميز كذلك بالولوجيات من حيث المصف الأرضي، من حيث اللغة المستعملة ديال لغة الإشارة، واللي أظن بأن لغة الإشارة مكنت من توسيع زورنا إلى لصفحة الفيسبوك ديال المجلس، حيث ارتفعت بحوالي 700% من زوارنا خلال هذه الفترة ديال 10 أيام. طبعا الحال إذن هذه الأنشطة كلها كانت فيها نقاشات، كانت فيها آراء، وكانت فيها تفاعل مع سواء كما قلت إفريقيا ودوليا حول ما يجري في المغرب، حول قضايا المغرب، وحول كذلك ما نقوم به المغرب في نقول في مسارنا ديال الإصلاحات ديال 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 المراجعات ديال الإصلاح ديال المراجعات ديال القوانين ذات الأهمية المؤسسة لحقوق الإنسان، وكذلك لدورنا على المستوى ديال المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.